أهلا بيكم، معكم أحمد وفيديو جديد من فيديوهات قناتكم الآن تعلم. على مر التاريخ تم العثور على العديد من الآثار القديمة زي المعابد الضخمة والتماثيل العملاقة والقطع النقدية والملابس والأسلحة ومقابر الملوك وغيرها. بعض الآثار دي كشفت لنا عن حضارات وشعوب عظيمة سادت الأرض لفترة، وبعضها ما زال بيمثل لغز غامض ولم يتمكن أحد من كشف أسرارها حتى الآن. الأثر اللي هنتكلم عنه النهاردة بيندرج تحت النوع الأخير من الأثار الغامضة. الأثر ده معروف في الأوساط العلمية باسم صنم شيجر. تابعوا معايا الفيديو للآخر وخلونا نعرف التفاصيل. في سنة 1894، وبينما كان المنقبين عن الذهب بيحفروا تحت الأرض في منطقة إيكاترينبرغ في روسيا، عثروا على تمثال خشبي ضخم بيصل ارتفاعه إلى 5 متر. بيتكون التمثال من رأس ضخم مستدير بيحتوي على ملامح بشرية زي العينين والأنف والفم وجسم وأطراف طويلة ورفيعة. الجسم بيحتوي على منحوتات لأشكال تشبه وجوه بشرية بيبلغ عددها 8 وجوه تقريبا، بعضها واضح وبعضها صغير جدا ولا يمكن رؤيته إلا من مسافة قريبة. وبالإضافة لكده بتغطي الجسم نقوش ورموز غامضة لم يتمكن أحد من فك شفرتها أو معانيها لحد وقتنا الحالي. تم العثور على التمثال مدفون في حفرة طينية حفظته لآلاف السنين من العديد من حرائق الغابات والفيضانات والزلازل وغيرها. التمثال منحوت بالكامل من جذع أحد الأشجار، وكان بيعتقد العلماء اللي قاموا بفحصه أنه بيعود لبضع آلاف من السنين، وتم عرضه في أحد المتاحف في روسيا لفترة زمنية طويلة. في سنة 1997 قام العلماء الروس بعمل اختبار الكربون المشع على التمثال في محاولة لتحديد الفترة الزمنية اللي تم فيها صنعه، وأسفرت النتائج المبدئية عن أن عمر التمثال بيعود إلى 9800 سنة مضت. النتيجة دي أثارت جدل وخلاف كبير في الأوساط العلمية والأثرية وعرضها العديد من العلماء بحجة أن من 9800 سنة كان البشر الأوائل بيعيشوا حياة بدائية جدا وبيعتمدوا على صيد الحيوانات وجمع الثمار لإنتاج الغذاء والبقاء على قيد الحياة، وما كانوش لسه بيمتلكوا لا المهارة ولا الفكر ولا الحس الفني ولا الأدوات اللي تمكنهم من صنع تمثال من النوع ده. إلا أن المفاجأة المدهشة أنه في سنة 2014 قام فريق من الباحثين في أحد الجامعات في ألمانيا بأخذ عينات من داخل التمثال وأجروا عليها اختبارات وتحاليل بوسائل تقنية حديثة أكثر دقة في محاولة جديدة لتحديد الفترة الزمنية الحقيقية اللي بيعود إليها تاريخ صنع التمثال، وجاءت النتائج معاكسة تماما لكل التوقعات، بمعنى أن عمر التمثال ما كانش 9800 سنة زي ما ذكر قبل كده أو حتى أقل من 9800 سنة. ده اتضح أن عمر التمثال بيعود إلى زمن سحيق بيبلغ 11600 سنة، يعني تقريبا ضعف عمر أهرامات الجيزة وأقدم ب 6000 سنة من حجارة ستونهنج في إنجلترا. في الوقت ده كان العصر الجليدي الأخير بينتهي على كوكب الأرض، وبيبدأ الجو في التحول من البرودة الشديدة إلى الدفء تدريجيا. الفترة الزمنية السحيقة والظروف البيئية القاسية وافتقار البشر للإمكانيات في الوقت ده والشكل الغريب لرأس وملامح التمثال كلها عوامل جعلت البعض يبالغ في الخيال ويطرح نظرية إن من صنع التمثال هم زوار من الفضاء الخارجي أرادوا ابتكار طريقة بسيطة للتواصل مع البشر. لكن النظرية اللي بيرجحها الكثير من الخبراء هي إن صنم شيجر صنعوا البشر اللي نجوا من العصر الجليدي الأخير كعرفان بالجميل لأحد الآلهة الأسطورية بعدما ذاب الجليد وانتشرت الغابات وازدهرت النباتات وظهرت الثمار على الأشجار وبدأت العديد من الحيوانات في التكاثر والتوالد. لكن إزاي استطاع البشر بناء تمثال بالحجم ده وبالتفاصيل دي من 11600 سنة؟ وإيه معنى الوجوه المرسومة عليه والرموز والحروف الغامضة اللي بتغطيه؟ من الواضح إن السؤالين دول وغيرهم كتير هيفضلوا سر غامض لفترة طويلة، وربما لن يستطيع أحد كشف غموض صنم شيجر للأبد. هل تعتقدوا إن البشر الأوائل كانوا فعلاً زي ما بتصورهم الأفلام وبعض كتب التاريخ، مجموعة من الهمج محدودي الذكاء الغير قادرين على صنع مثل هذا التمثال، أم إنهم كانوا على درجة عالية من الذكاء والتطور وبيمتلكوا تقنيات لم يتم كشف سرها حتى الآن؟ بانتظار تعليقاتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تضغطوا لايك وتشاركوه مع أصدقائكم عن طريق الضغط على زرار الشير الموجود أسفل الفيديو، واشتركوا في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. أشوفكم الفيديو الجاي.